خرج غير خرج قد يا حامضة خرج. ويدخل واحد من الأمن ديال الجزائر وبوليزاريو من الأمن ديال الجزائر من المخابرات وعنده شي حوايج حاطهم تما. مع دخل شاف البيت محلول وقال آخر خرج. قال له جيت لهنا اش دخل دير؟ قال له دخل غير نقلب على ما نكميو ولا على ما نلبسو. قالوا الكميه واللباس كاين تما اجي لهنا ويعيط عليه. قال العساس حضي هذا بقى حاضي. دخل قلب 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 مشى لعندك الكلاشنيكوف لقاه ما بقاتش في الوضعيه ديالها كي كانت تقلبت تحولت. بقى كيشوف كيشوف عرفوا بانه كنت يقلب على القرطاس. بقى يقلب ما لقاش القرطاس وعرفوا على شكل كيقلب هو يخرج. قال له شوف قول لي علاش كنتي كتقلب. قال له والو انا. قال له شوف غير تقول علاش كنتي كتقلب ولا هنا غيوفى عمرك دابا قول لي الحقيقه. قال له نقول لك الحقيقه. قال له شحال انتوما؟ انت غير انت وحدك اللي داخل لهاد المكازا. قال له حنا ثلاثه. قال له شكون هما؟ قال له فلان الدبان والزبده. قال له انت الثالث هو عبد اللطيف. قال له ايه. قال لهم عيطوا على الدبان وعيطوا على الزبده. وما عيطوا لقونا تما نيت حداهم. عيطوا علينا خرجنا. قالنا خرجوا تكلموا. قال لي الدبان كيفاش قديت هاد البيت اللي هرستوه ودخلتوه؟ انتما طايح اكثر من نايض في العمليات في الحرب هي وجيتوا لهنايا ما دوزتوا والو بغيتي تكملوا البقيه بغيتي تفرغونا انتما انتما باغي تساليوا معانا. قال له عساس حضيهم. مشى جاب خمسه ديال الحراسه غير القتاله غير ما كيرحموش. كتفوني انا بالسلك كتفوا الاخر بالسلك كتفوا الاخر بالسلك. كان شويه الحال بارد. سبحان الله هذاك النهار طن طن طلعت الحراره. كتفونا بثلاثه حيدوا لينا الحوايج بالموس جابوا الكابليات وبداو كيشحطوا فينا كيضربونا 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 كيضربونا. ناد واحد مشى لعند هذاك عبد اللطيف الله يرحمه ضربوا ببينت هذا الصدر عاودوا كيبان ليا وليهم خارج من تحت كرشو نعس على كرشو الحوايج معرينو خارج ضايع ديال الدم. مشى لعند اخر ضربوه بحديده الراس قتلوه في البلاصه. جا عندي انا كان عندي شي صوابق مزيانه معاهم. جا عندي قالوا بسبالونيه سمعوه المحابس قالوا هذا بسبالونيه خليه خليه راه مصين عليه راه عنده ميدان في الصنعه تريسيان واختصاصي في الماطر ديال الضو ماذا غنحتاجوه ما تأديه راه وصى عليه وزير الدفاع. قالوا هو عدل فينا تنظيم هو باغي يسالي معنا. قالوا خليه تيجي وعاودوا القصه ديالو ديك الساعه راه يقتلوه هو ولا يخليه. كتفني بالسلك حتى العشيه هزوا هذوك الدوم دفنوهم. انا حلوا لي السلك من يدي السلك ما كان ترطى ولا رطايبه وعطشت السلك تلوى لي وتلوى لي على صباعي بجوج وما هادو قطعوا لي صباعي بالسلك بلا بنش. قالوا لي ما عندنا ما نديروا ليك الصباع غيتقطع لان ما عندوش العلاج. شكون اللي قطع لك صباعك؟ شكون اللي قطع لك صباعك؟ داوني عند الدكتور ديالنا اللي كان تما في القصر. قالوا له شوف هذا حاول بكيفاش شوف صباعه. قال له دي ما عندوش الحل صباعه ما عندهمش الحل هادو غيتقطعوا لانه نهار كامل السلك داخل له حزز له اللحم وصل للعظم. ومنين حليتوه ما حليتوهش بشويه انطرتو السلك وانطرتو له الصباع ديالو والصباع السلك داخل في الصباع. قالوا له شنو هو الحل ديالو؟ قالوا غيتقطعوا وما عنديش البنج حتى البنج ما عنديش غيتقطعوا. كان عليهم يهزوني في لابيرونس عندهم مستشفى الوطني واحد المستشفى بعيد ندخلو انا الضو وحاطين له الموتور ديال الضو عنده لي سكانير عنده ذوك اطباء كوبيين عنده بزاف الاجهزه مدعمه الجزائر وكوبا. ما داونيش ليه قطعوا لي صباعي في وسط القصر فين كاين انا والطبيب غير محبوس وما عندوش البنج. قالوا المهم قطع له صبعه يتبنج ولا ما يتبنج قطع له صبعه وخيطوا له براسك معاه. بعد داوني انا فاقد الوعي
حتى دق ليا قرعه ديال القوه في قدمي، قال لي عنده عرق اللي مازال كيضرب حتى هو راه في غيبوبه. ومنين فقت تفقت كنلقى الصبع مدلي وزرق، قال لي الطبيب ما عندها ما نديرو ليك، راه لاباس منين عشتي، راك عشتي باعجوبه، دابا غادي نقطع لك صباعك بلا بنج، راه ما عنديش البنج، قلت له ديرني المستشفى الوطني، قال لي ايه هما حارين فيك، مشارك معاهم البزوله، انت راك عدو شادينك بالحر بالنار، كيفاش غادي يحنوا منك؟ وراه لاباس ما يخلوك حي، اما فلان وفلان صحابك راه دفنوهم ماتوا. قلت له ماتوا؟ قال لي ماتوا، بقيتي انت دابا غادي نقطع لك صباعك بلا بنج، الا غادي تصبر، قلت له غير قطعتي مني كتفاقد الوعي. الله اكبر. قال لي ما عندي ما ندير لك، غادي نقطعهم، هو يقطعهم بلا بنج، كنغوت ربي اللي خلقني. سونا لي الصبع، داروا البونسمون، عقدوا فات داك الحريق، جا عندي واحد قال لي حميد لاباس؟ لبان لاباس؟ قلت له لاباس. قال لي عجبك هذا الحال هادشي اللي درتو؟ قلت له واش من حال؟ قال لي باغي نتهزو السلاح، وباغي نتديو لاندروفير، وباغي نتشدو الطريق، وباغي نتقتلو العساس. قلت له هادشي راه ما كاين منه والو. قال لي قالها صاحبك، قالها صاحبك، وكل واحد عندكم مختص في حاجة، غيختص في حاجة، وكل واحد غيقوم بمهمة، لكن الله ما كملش عليكم. دابا غير تشد الطريق معنا هو هذاك، ما غاديش تشد الطريق، غادي نتبعوك ليهم. قلت له هادشي انتقام ولا كيفاش؟ قال لي انتقام، غزيتونا من ارضنا ومن صحرتنا، وجايين تابعيننا ومازال كديروا فينا العمليات. قلت له انت شنو الصحره عندك؟ قال لي اسكت، مازال كتردد، اسكت. غزيتونا كما غزيتوا الجزائر، كما غزت اسرائيل فلسطين. قلت له انتم هما فلسطين؟ قال لي كتشابهوا. قلت له لا كتشابهوش. قال لي حتى تبر نوريك. لان هو عاطيهم قصيني و ابراهيم غالي قال لهم هذا راه عنده اوراق وراه غادي راه غادي ينفعكم، هذا بعدوا منه ما تعذبوه ما تضربوه، خلوه حتى مشى، مشى الميريكان ولا ما عرف فين مشى، مشى لاسبانيا، واغلبيه اسبانيا عنده هو مع اسبانيا مع كاتالونيا، وداروا فينا ما بغاو. هذا موجب هادشي اللي وقع لينا حنا عند مرتزقة بوليزاريو. من بعد غادي نولي نطلق معاهم، وغادي فيما مشاو كنمشي معاهم، فيما كيديروا شي ندوة أو شي اجتماع من طرف الجزائر كنمشي أنا اللي كنجهز لهم الضو والميكروفونات والرباق، وكنسمعهم تيقول لي أنت بقى بعيد، وكنسمعهم واش كيقولوا. المحاولات والاغتيالات كاملة اللي كيديروا نعاودها لكم بالتفاصيل، غادي تحيروا، غادي تبهضوا. ودابا اللي كنطلب منكم باش تتابعونا باش نعطيكم التفاصيل، ونبداو في التفاصيل نقطة بنقطة. الناس في الإذاعة تيقولوا، واحد البرنامج عندنا في التلفازة تيقولوا أسوأ ساعة في حياتي، كاين هذا البرنامج، حنا أسوأ 24 سنة في التعذيب في حياتنا، ماشي أسوأ ساعة في حياتي، أسوأ 24 عام في حياتنا من أجل الصحراء المغربية، وهي مغربية من زمان. السلام عليكم ورحمة الله.